يا مساء الخير، يا مساء الطاقة والشباب، على حضراتكم في حلقة جديدة برنامجكم شباب حكاية. كان دايما يعني دور البرنامج ان احنا دايما بنقف جنب الشباب. اول ما بنعرف ان في اختراع، في موهبة، في حاجة هتفيد الشباب، دايما لازم نلقي الضوء عليه. دايما ده دور البرنامج، ان احنا نقف جنب شبابنا، وده اللي انا بحبه حقيقي من حضراتكم. الرسائل اللي دايما بتبعتوها لنا على صفحه القناه سي تي في ايجيبت، برنامج شباب حكايه، اللي عنده اي اختراع، اي موهبه عايز يلقي عليها الضوء، ده دورنا ان احنا نقف جنبكم. اي حاجه انتوا عاملينها ده دورنا ان احنا نسلط الضوء عليه. زي الاختراع معانا النهارده، حقيقي في غايه الروعه. لما قعدنا واتكلمنا مع الضيف اللي منورنا النهارده، يعني كان لازم بصراحه ان انتوا تشوفوه وتشوفوا الاختراع اللي هو عامله. معانا النهارده استاذ ابراهيم القمص ابيب، مخترع تعديل الثلاجه الالكترونيه على تكييف الصحراوي. هنفهم ايه هو المشروع النهارده من ضيفنا اللي منورنا النهارده. اهلا بيك يا ابراهيم. اهلا بيك، منورنا. نورك. انا عايزه اعرف بقى الاختراع بتاعك ده وتشرحه لنا بالتفصيل. حاضر. هو دلوقتي التكييفات العاديه بقت اسعارها غاليه جدا، فكله بقى بيدور على البديل. البديل بقى ايه؟ اللي هو التكييف الصحراوي. طبعا التكييف الصحراوي ليه عيوب. اول عيب فيهم ان هو بيخلي الهواء فاتر، يعني مش بيوصل لدرجة سقعية عالية. والناس عشان خاطر يخليه يوصل لدرجة سقعية عالية بيحتاجوا ان هم يحطوا مع المية بتاعته تلج، بحيث ان هم يوصلوا المادة المستخدمة في التبريد لأعلى درجة سقعية، وبالتالي يديهم هواء ساقع. فبالتالي التلج ده بعد فترة معينة من التشغيل بيسيح وبيرجع تاني للوضع الطبيعي بتاعه. طب احنا عايزين هواء ساقع كل شويه نحط تلج؟ اكيد لا. ده الموضوع بيبقى ممل اللي عندهم تكييف صحراوي. صحيح. علشان كده بقى انا اخترعت الاختراع بتاعي، الثلاجه الالكترونيه. دي وظيفتها ايه؟ دي بتركب في التكييف الصحراوي، بتثلج التكييف من جوه الماده السائله اللي هي الميه. فبالتالي لما تثلج الميه، السقعيه بتاعه الهواء تزيد، كانك حاطط جواها تلج. فهماني؟ فبالتالي طول ما انا مشغل التكييف، السقعيه بتاعه الميه عماله تزيد، فيوصل معايا الهواء ل 17 و18 و20 على حسب الدرجه اللي انا محتاجها. فبالتالي انا حولت التكييف الصحراوي ده لتكييف مش تكييف صحراوي. فبالتالي هي تلج الميه جوه بدل ما التلج كان انا مش محتاج خلاص تلج، والسقعيه بتاعه الميه بقت اسقع. فبالتالي التكييف الصحراوي معايا بقى بيديني اداء تكييف لما يوصل ل 18 درجه وال 20 درجه. فبالتالي انا خلاص مش محتاج اشتري تكييف مثلا ب 20,000 او ب 25، لان انا ممكن اجيب مثلا حاجه زي كده ب 4,000 جنيه واعدلها مثلا ب 1000 او ب 1000 ونص عندي، وبالتالي تديني اداء تكييف. طب الفكره اصلا جات لك منين؟ يعني انت قاعد كده جات لك الفكره دي ازاي؟ هو انا عامه بحب يعني اعمل مشاريع في بدائل الطاقه. فبرضو دورت في حتة أن أنا إزاي أعمل أجهزة تكون اقتصادية في الكهرباء. فقلت أن عليات الأجهزة المنزلية بيبقى فيها تبريد وتسخين وحاجات زي كده. فقدرت أن أنا أعمل الجهاز ده، وقدرت أن أنا كمان أخلي الكهرباء بتاعته تكون بسيطة. يعني الوحدة بتاعتي مثلا بتشتغل ب 150 واط. 150 واط دي ده لندا موفرة، لندا موفرة، كأن مشغل لندا مع الجهاز. فبالتالي مفيش استهلاك. استهلاك التكييف العادي بيستهلك كيلو ونص، يعني 1500 واط. فبالتالي الكهرباء ضخمه، ده في الساعه الواحده. يعني مفيش تكييف بيشتغل ساعه يعني. يعني طبعا. مثلا هو بياخد في الساعه الواحده 1500 واط. يعني لو اشتغل ساعتين في اليوم ثلاثه، شوف بقى يشتغل قد ايه وهياخد قد ايه كهرباء. لكن ده مثلا لما هو يكون بيشتغل مثلا في حسبه 300 واط او 400 واط، انا عملت فرق في الكهرباء، عملت كمان فرق في السعر. لان انا بدل مثلا ما اجيب تكييف ب 20,000، انا جبت واحد ب 5,000 جنيه متعدل وجاهز. فالفرق ده هيفرق مع الناس جدا في ظل الغلاء اللي احنا فيه. أكيد. لان الناس دلوقتي بقت فئتين، فئه قادره تجيب وفئه مش قادره تجيب، بتدور على البديل الرخيص. صحيح. فانا حققت لها البديل الرخيص بسعر مناسب على قد الايد. طب انت لما يعني لما جات لك بقى الفكره دي، تمام، انت رحت لمين؟ عرضت الفكره دي على مين؟ هو أنا الأول عملت الفكرة وبدأت يعني أعرضها، أفرجها للناس، لأن أنا عجبتني الفكرة في الأول، إن حاجة بسيطة بتطلع نتيجة عالية قوي. فالناس بدأت تشوف ويعجبها الفكرة، فتقول لي الله، ده بيتعدل بكام؟ أقول لهم بكذا. تقول لي طب ما تعمل لنا التكييف بتاعنا.
عملت حوالي 30 تكييف او حاجه. انت بدات الاول كتير. على تكييف مين؟ تكييف ابتديت عليه التجربه بتاعتك. انا كان في حد قريبي عنده تكييف انا ما كنتش لسه اشتريت تكييف، فعجبتني الفكره وكنت انا مجهز بروتوتايب فرحت مركبه عليه. اتفاجئت من الاداء بتاعه، بدات اقيس بالمعدات اللي عندي درجه الحراره كام والسقعيه وصلت لكام. فاتفاجئت ان الهواء بقى طالع ساقع زي التكييف ودرجه السقعه توصل ل 20 وال 18 وال 19. فقلت ده نتيجه حلوه قوي، طب ليه ما نبداش ان احنا نعرف الناس. انا ضعيف شويه في حته السوشيال ميديا، فبدات اعرف الناس اللي حواليا، والناس اللي حواليا هم اللي بداوا ينشروا لي الفكره. بس ساعدوك بقى ان هم انتصروا ويساعدوني. ما هو حد كلمك بعد الفكره اتنشرت على السوشيال ميديا؟ بقى بيكلمني ناس من كل المحافظات، وفي ناس من بره عجبتهم الفكره، يعني في ناس من بره مصر في الخليج والحتت دي. طبعا الاجواء هناك بتبقى حر جدا طبعا. فبقى بيكلموني، بالنسبه لهم الاسعار هناك كمان اقل من عندنا. والتعديل مش هيكلفهم حاجه. فكون هم يعدلوا هناك، هو بيشتري تكييف بسعر الرمز. طبعا ده مشروع هائل جدا. طب انا عايزه اشوف بقى، يعني انا عايزه اشوف بيشتغل. انت تشرح لنا بس الجهاز كده. حاضر. هو التكييف، هشرح الاول قبل ما اشغل. ماشي. التكييف عبارة عن دورة مية بتطلع على الألياف الكرتون. فكل ما كانت درجة المية دي ساقعة، كل ما كان الكرتون ده يعدي منه الهواء يطلع من هنا يديني إيه؟ هواء ساقع. هواء ساقع. تمام. فأنا اخترعت التلاجة الإلكترونية اللي هي دي، اللي هي الصغيرة اللي راكبة هنا دي. دي وظيفتها إن هي بتبرد المية اللي جوه التكييف، دوره مقفوله وسريعه. فبالتالي الميه في دوره مقفوله، دوره تبريد. طول ما انا مشغل التكييف عمال ايه؟ الميه تسقع اكتر. فبالتالي انا مش محتاج ان انا احط فيه تلج، والهواء بقى معايا بينزل برطو كل ما انا مشغله. يعني لو شغلته دلوقتي مثلا على 20 يفضل ينزل معايا لحد 17 18. في ناس بتطلب مني ان انا اعمل لهم مثلا ستوب عند درجه معينه، فبعمل لهم سنسور يكتب له الدرجه، مثلا عايز التكييف ده يبقى 20 يكتب له 20. يكتب له 20، يجي عند ال 20 يفصل. درجه الحراره تعلى يجي شغال تاني لوحده. هفرج حضرتك دلوقتي الفكره وشغال. كمان معدل فيه هنا شاشه. الشاشه دي بتقيس لدرجه البروده اللي طالعه قد ايه. طب وده ما بيتاثرش بدرجه الحراره العاليه قوي؟ يعني احنا بنمر برضو بايام كده التكييفات العاديه ما بتجيبش كمان اصلا. يعني التكييف عباره عن فانه بره بتطرد الهواء السخن، وفانا جوه بتطرد الهواء الساقع. الفانا اللي بره دي بتسخن بسخونه الهواء، فممكن التكييف يتاثر ويتحرق. صحيح. لكن ده ما فيش اي ضرر فيه، لان الياف. الالياف دي بتنزل عليها المايه بترطبها، فعمر الالياف ده يطول، ما يتضرش زي التكييف العادي. وكمان التكييف العادي بيعمل احتباس حراري في الجو. احتباس حراري لانه بيطرد هواء سخن على الجو بره. صحيح. الاحتباس الحراري ده ضار للبيئه، لكن ده صديق للبيئه، ما بيعملش اي احتباس حراري. طيب ورينا بقى كده. اتفرج حضرتك وهو شغال. الزرار ده بيتحكم في درجه البروده. ايوه. يعني انا مثلا عايز ازود درجه البروده قد ايه، فبظبطه مثلا كده. طب انت ممكن تيجي الناحيه دي بس عشان الكاميرا. تمام. تجيب ايوه. يعني الزرار ده كده انا بتحكم في درجه البروده. تمام. ده انا ده تعديل برضو انا عامله، ازود البروده اللي طالعه اقلل كده. احنا شغلناه كده، هو شغال دلوقتي. دلوقتي الحراره وصلت ل 20 كده. وهيبدا يقل طول ما هو شغال. الحراره بتقل. بتقل اكتر. دلوقتي وصلت ل 19. نزلت ل 19، شويه كمان يوصل ل 18. فبالتالي الهواء اللي طالع عندي بقى ساقع. فالجهاز ده دلوقتي ادى قيمه للتكييف الصحراوي. طبعا. بدل ما هشتري تكييف غالي، لا انا ممكن اجيب التكييف اللي هو الصحراوي وعدله يديني نفس نتيجه التكييف العادي واحسن. حلو قوي. احنا ممكن دلوقتي وصل ل 18 18 درجه نزل. ان انا حاليا انا مش عامل له ستوب عشان افرج الساده المشاهدين. انا عند مرحله معينه ممكن اوقفه، يعني مش بظبط درجه الحراره من هنا بس كده. انا كفايه لحد الدرجه دي ستوب بس كده. وممكن اعمل له شاشه ديجيتال الدرجه اللي انا عايز اعمل لها عندها ستوب. طيب
حلو جدا، ولا محتاجين بقى ميه تلج ولا محتاجين ولا ميه ساقعه، هو ولا محتاجين نشتري تكييفات غاليه وندفع اخر الشهر فواتير ضخمه. انت وفرت في الاسعار ووفرت في الكهرباء كمان. يعني هو مش مهم كمان انا هشتري تكييف بكام، المهم الفاتوره بعد كده هتبقى كام. دي اهم نقطه. دي مهمه قوي يعني. اكيد. طيب انت ما حاولتش تعرض بقى مشروعك ده على جهات، على حد انت تروح له تقول له انا عندي فكره مشروع ويتبنى فكره المشروع؟ هو انا الاول قلت لازما الفكره أأمنها، فسجلتها في البحث العلمي، وبعدين بدات اشوف ممكن يعني اديها لانهي جهه. فتواصلت مع كام شركه بدون ذكر، ولقيت ردود فعل حلوه جدا. يعني في شركات ادتني مواعيد ان انا اروح اعرض عليهم الفكره، وتواصلت مع ناس مهمه قوي في الشركات دي. يعني حلو جدا، قبلوا الفكره؟ عجبتهم، والا ما كانوش ادوني مواعيد ان انا اروح اقابلهم عشان يشوف الفكره على الطبيعه. وطبعا لا، فكره رائعه. طب انا عايزه اعرف برضو الحاجات بقى اللي قدامنا دي شهادات ايه؟ الشهادات دي انا ما كنتش وانا صغير بهتم بالمسابقات قوي، بس كان في نطاق الدراسه كان بيجي لي مسابقات، فكان المدرسين عندي بيحبوا يشجعوني لانهم عارفين ان انا بحب اخترع. دخلت الاول مسابقه اسمها المخترع الصغير بتاعه الميداليه والشهاده دي. دي كانت على مستوى المديريه التعليميه ساعه ما كنت في التعليم الفني، لان انا خريج تعليم فني. فدخلت بجهاز كنت مخترعه، احكي لك الجهاز بسرعه. الجهاز ده كان عباره عن ايه؟ طبعا انت عارفه اي ورشه بيبقى فيها مكنه لحام باللنده، فالاسطوانات بتاعتها بتبقى مكلفه. رحت انا عملت جهاز بيتشحن بكوبايه ميه وكبسوله، انا عملتها تكلفتها 3 جنيه. بتشحن الجهاز ده، بيخرج لي غاز للصنايع يقطع ويلحم بيه طول اليوم، وكهرباء لو النور قطع كمان. فالفكره حلو. عجبتهم جدا. ففزت في المسابقه دي، وكمان بعديها عملت جهاز بيوفر في البنزين، بيركب في العربية بيوفر 30% من استهلاك البنزين، وكل استهلاكه برضو كوباية مية بس كده. يعني نحط كوباية مية في الجهاز ده ويمشي بالعربية، استهلاكي مثلا لو كان 10 لتر كل 100 كيلو يبقى 7 كل 100 كيلو. ده توفير. فبرضو كرموني فيه في المديرية التعليمية. كرمني فيه مدير التعليم الفني أستاذ حمد السيد. طب احنا معنا فيديو كده يا إبراهيم، وانت معنا برضو عشان ايه تشرح لنا الفيديو. معنا جاهز، اشرح لنا بقى الاختراع. انت ما عندك اختراعات كتير، مش التكييف الصحراوي ولا الشهادات دي. الفيديو جاهز معنا نشرح عليه؟ يلا بينا، يلا بينا، يلا يا إبراهيم اشرح لنا. دي الوحدة اللي هي بتركب في العربية. ده شكل النموذج اللي بيركب في العربية، ده كان محطوط في الشنطة بتاع العربية. ده بياخد لتر مية كل حوالي 3 أيام على حسب الكيلوهات اللي بتمشيها العربية يعني. وده استهلاك الكهرباء بتاعه، هو بيستهلك 1.5 أمبير واتنين فولت، يعني زي شحن الموبايل. يعني مش واخد اي كهرباء. وده قدام كده عند الماتور وهو راكب، ده كده البابلر بتاعه او التنقيه قبل ما يدخل الماتور كمان. الجهاز ده بقى ليه كذا ميزه حلوه. ايه بقى؟ بيبرد الماتور، وده حلو عشان الاجواء الحاره اللي احنا طبعاً. فيها. وكمان بيعلي البار هورس بتاع العربيه، وبيعمل توفير. يعني 3 ميزات وفرت وعملت حاجات كتير جدا. حلو قوي. ايه الاختراعات دي؟ ربنا يخليك. ده انت عرضته على حد؟ الاختراع ده انا حطيت عليه اسم تجاري ليا، الفا، ده الاسم التجاري بتاعي. وبرضه انا حاطه هنا على التكييف الصحراوي، بحيث ان انا اعمل لنفسي براند. طبعا. وابدا اسوق المنتجات بتاعتي. بدات الناس تشوفه وانشره على السوشيال ميديا واركب منه للناس وكده، والناس حبوه. يعني العربية دي بقالها يعني حوالي سنتين. ده اوريدي على ارض الواقع يعني. ده انت ده متصور بعد سنتين. يعني من ده متنفذ. التشغيل. ده متصور بعد سنتين من التشغيل. ولقيت في ناس كتير كلمتك عايزه؟ هو اللي بيجرب حاجه وبيلاقيها حلوه بيجيب لي ناس تانية. طبعا. فلقيت في صدى حلو جدا. ايوه طبعا.
هم قالوا لك ايه؟ عايزينك تعمل لنا بيسالوا عن التكلفه وكده، وبيشتروا الحاجه وبيركبوها. لا حلو جدا. هو الحاجه ما دام هتوفر عليهم خلاص، حتى لو تمنها يعني غالي شويه، بس بعد كده هو هيوفر كتير قصاد. اكيد طبعا. طب ايه اختراعاتك تاني؟ شايفه ان في اكيد كميه اختراعات كتير. هو عامل حاجه تاني كنت معانا صور، معانا صور هتتعرض دلوقتي. قول لنا بقى. عامل جهاز تاني بس لما الصوره تعرض. طيب عشان اشرح لك عليه. طب احكي لنا على ما يجهزوا الصور، ايه الاختراع؟ هو كنت عامل سخان. السخان ده اخر حاجه عاملها. طبعا انت عارفه السخانات الكهرباء دي بتستهلك كهرباء ضخمه جدا. فأقل سخان موجود في السوق اللي هو ال 35 لتر بيستهلك حوالي، مش حوالي، هو بالظبط 1800 واط. ده بيسخن. ده السخان معانا على الشاشه ده؟ لا، ده الجهاز اللي كرمت بيه اللي هو بتاع الورشه، اللي هو بيطلع كهرباء وغاز بكوبايه ميه. كهرباء وغاز بكوبايه ميه. ده ساعة ما كنت بتكرم بيه عند مدير التعليم الفني. طيب نرجع للاختراع اللي انت كنت بتقول هون. ده سخان. بيسخن لحد 120 لتر باستهلاك 800 واط. طبعا ده اختراع ضخم. طبعا انا النهارده مثلا لو هسخن 35 لتر ب 1800 واط، انا سخنت قصادهم 120 لتر ب 800 واط. فطبعا فرق ضخم في التوفير بتاع الكهرباء. وحاجات تانية كتير. ايه الاختراعات دي كلها؟ يعني انت بتلاقي وقت منين لكل الاختراعات دي بجد؟ يعني هو صدقيني الفكرة بتبقى حل المشكلة. يعني الفكرة بتبقى حل المشكلة. ولو ما فيش مشكلة ما كانش هيبقى فيه فكرة. صحيح صحيح. الاختراع لازم يقوم على حاجة تساعد او تلبي الرغبة بتاعته. أكيد. طيب هو أكيد طبعا إحنا عارفين إن عشان أمشي مشوار طويل ويبقى آخره نجاح واختراعات وابتكارات، بيبقى فيه في النص كده حاجات إيه بتقف قدام الإنسان، يعني صعوبات، مشاكل، حاجات. إيه الحاجات اللي واجهتك وإنت ماشي في طريقك في كل الاختراعات دي؟ هو اللي بيواجه أي حد في المجال ده، أو اللي بيواجه أي حد عايز ينجح، دايما بيلاقي ناس بتقول له انت غلط، انت وحش. يعني انا جربت الكلام ده كله، بس لقيت ان ساعة ما انت بتلاقي حد يقول لك انت وحش، اعرف بعدها ان انت في حاجة حلوة هو مش عايزك توصل لها. ساعة ما انت بتيأس وبتقع، اقف بسرعة، لان الخطوة دي اللي بعديها على طول النجاح. صحيح. فمش لازم أن تقف عند كلمة حد، لا، ما تسمعش لحد. نفذ ما دام انت عارف ان ده صح ومش هيضر حد وحاجه هتفيد الناس، كمل فيها. الخطوه اللي بتقع عندها هي الخطوه اللي بعديها النجاح. احنا اول ما تحس صورك ان انت كمان على ده تكريم الانبا موسى. ده عن اني اختراع ولا ده في المجمل؟ ده في المدرسه عندي. عملوا لي نظام لوحه كده، كتبوا لي عليها المخترع افرايم فخر التعليم الفني. ان هم كانوا مبسوطين من الاختراعات بتاعتي. ولحد دلوقتي يعني افرايم معروف التعليم الفني في الجيزه. يعني عالم من اعلام المحافظه عندنا. تقولي لاي حد في التعليم الفني، مدير التعليم الفني، تعرف افرايم؟ يقول لك اعرفه. تقول حد في الاداره هناك، تعرف افرايم؟ يقول لك اعرفه. بيشجعوك طبعا. يعني شجعوك طبعا. انت رحت لهم في بدايه الاختراعات بتاعتك دي كلها ووقفوا جنبك طبعا. طبعا هم 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 يعتبر من الناس اللي ساعدوني. من الناس اللي ساعدوني في وقت دراستي. حلو جدا بصراحه. الواحد بيبقى فخور بشباب. يعني الناس اللي دايما الشباب يقول لك احنا ما عندناش افكار، لا، انت لو دورت على، يعني لو قعدت مع نفسك كده هتلاقي افكار وهتلاقي حلول كتير جدا. يمكن شباب كتير دلوقتي قدك وزيك بيتفرجوا عليك، تحب تقول لهم ايه يا افرايم؟ احب اقول لهم ما تصعبش حاجه على نفسك. دايما الفكره الكبيره بتبقى بسيطه، بس انت بتستصعبها. صحيح. بص للحاجه بمنظور بسيط، تقدر توصل للحاجه الكبيره. نفسك في ايه بقى الفتره اللي جايه؟ انك عايز تحقق ايه؟ هو الكتاب المقدس بيقول كان الله مع يوسف فكان رجلا ناجحا. فطول ما الواحد مع ربنا اكيد هينجح. يعني انا ما جهزتش للقاء بتاع النهارده. بس هو ربنا رتبه. صحيح. ف
فهو ربنا عارف اللي جاي، واكيد اللي جاي خير اكيد، واكيد هنجيبك بقى برده تاني ويبقى في بقى نجاحات كتير انت حققتها، وتيجي تتكلم تاني عن تجربتك يا ابراهيم. شكرا ليك معانا. ربنا يخليك. شكرا ليك ابراهيم قمص أبيب، مقترع تعديل الثلاجة الإلكترونية على التكييف الصحراوي. اتفضل. عايز بس قبل ما نختم الحلقة أشكر حد، عايز أشكر والدي ووالدتي، وأشكر نيافة الحبر الجليل أنبا زوسيما أسقف أطفيح لأنه شجعني جامد وساعدني في أفكار كتير. وأحب أشكر كل المدرسين اللي وقفوا جنبي في الدراسة وشجعوني في الأفكار بتاعتي، وأحب أشكر الدكتورة سوزان السيد، وأحب أشكر دكتور أشرف. الناس دي كان في التربية والتعليم برضو ساعدوني إن أنا أوصل لحاجات وأهداف عندي. أكيد. شكرا ليهم وشكرا ليك يا إبراهيم. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا ما خلصتش حلقتنا، لكن بعد الفاصل بقى زي ما بنجيب دايما شباب لأول مرة باختراعاتهم ومواهبهم وبنلقي الضوء عليهم، إحنا عندنا الفقرة التانية شباب طلعوا بالفعل في برنامج شباب حكاية، وكان للبرنامج دور في نجاحهم، ده اللي احنا هنعرضه على حضراتكم، لكن بعد الفاصل استنونا.